ثالثا الصلاة على الميت. فضل الصلاة على الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. أوضاع الجنائز وترتيبها. أوضاع الجنائز: يكون رأس الجنازة محاذيا يمين الإمام وهو مستقبل القبلة، ويقف الإمام محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة. ترتيب الجنائز: فإن كان هناك رجل وامرأة وطفل وطفلة يكون وضعهم كالآتي: الرجل أولا، ثم الطفل محاذيا للرجل، ثم المرأة ويكون وسطها محاذيا لرأس الرجل، ثم الطفلة تكون محاذية للمرأة. فيقف الإمام محاذيا لرأس الرجل. كيفية الصلاة على الميت. الصلاة على الميت 4 تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، فبعد التكبيرة الأولى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ مباشرة الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه، ثم يدعو للميت بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن كان طفلا يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه، ثم يسلم بعدها 1 واحدة عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله.